كيشتي خير دوان الصلاة حاجة جميلة كتعلمك الصبر وكتعلمك المعاونة والله سبحانه وتعالى شنو كيقول؟ كيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكيقول عاوتاني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني يكون اللي عندك غادي تخلي كلشي وتمشي فين تصلي باش الله يسهل عليك عاوتاني صافي يلا الله يعاونك نمشي نقضي شي غرض. صاحبي فينك صاحبي او القروقاع باغي تخرج على راسك علاش هادشي كيدير السرطان وكيدير المرضى وزايدو حنا عندنا في الدين ديالنا هادشي حرام هادشي ما كيديروش وزايدو فكر بعقلك فكر في والديك اللي كيضيعوا عليك فلوس كيضيعوا عليك شحال من حاجه وفي الاخر انت كتضيع فلوسك في والو هادشي ما راهو ماكله ما راهو طعام هادشي غير دخان كيدخل للجسم ديالك ما كينفعكش بالعكس كيضرك فكر شويه بعقلك باغي تخرج على مستقبلك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.